وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك أحمد. الأنظار الآن تتركز إلى الاجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم بعد فوز ترامب بهذه الانتخابات التاريخية، فماذا نتوقع من الاحتياطي الفيدرالي مع نهاية العام وأيضا العام المقبل، لأنه النتيجة باتت شبه محسومة بأنه سيخفض بربع في المئة اليوم؟ مساء الخير مايا، شكرا للاستضافة. نعم، ما اتفق تماما بأن 25 نقطة أساس قد تكون مسعرة في الأسواق. بداية قد يكون وصول دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الأمريكية، دافع لبعض التغييرات، لكن لحتى الآن قد ننتظر إلى شهر واحد لوصول دونالد ترامب لبدء خطته، لبدء العمل بالخطة المقترحة والمتوقعة. بكل تأكيد يعني الشيء المتأكدين منه أنه جيروم باول سوف يكون في مرمى الانتقادات من دونالد ترامب كما حصل في عام 2017 إلى عام 2017 إلى 2021. لكن كتغيير سياسة نقدية أعتقد حاليا لن يكون هناك تغيير فاعل من الفيدرالي الأمريكي، نظرا لأنه الفيدرالي الأمريكي هو عبارة عن رد فعل على البيانات الاقتصادية. التضخم عند مستويات 2.4%، النمو الاقتصادي لا يزال يعتبر جيد مقارنة مع الاقتصادات الأخرى 2.8% آخر قراءة للناتج المحلي الإجمالي. فبالتالي قراءة التضخم، قراءة النمو الاقتصادي تعطي الفيدرالي الأمريكي التمهل أو حتى ممكن نحكي الصبر الاستراتيجي للتقدم بتخفيض أسعار الفائدة. أعتقد 25 نقطة أساس في نوفمبر، 25 نقطة أساس في ديسمبر قبل مجيء دونالد ترامب وقبل البداية بالحديث عن الخطط القادمة، يمكن أن تكون هي الحل المتوسط، الحل المتوقع من الفيدرالي الأمريكي. خاصة ما يمكن تتفق معي بأنه البنوك المركزية شرعت بتخفيض أسعار الفائدة، أعتقد الفيدرالي الأمريكي يتجه بشكل متسارع لتخفيض أسعار الفائدة مع البنوك الأخرى، وليس فقط النظر على الاقتصاد، لأنه من وجهة نظري أعتقد الاقتصاد حاليا يتيح الاستمرار على الفوائد المرتفعة، إلا إذا كان عند الفيدرالي الأمريكي أخبار مخيفة جدا دفعته لتخفيض أسعار الفائدة. يمكن تتفق معي مايا أنه أسواق العمل نعم قراءة أخيرة سلبية، لكن هناك الإعصار، هناك حادث مؤقت قد يزول الرقم السيء مع زوال هذا الحد. لا شك أن البيانات الأخيرة ربما لم تكن دقيقة بسبب الأعاصير وأيضا إضراب بوينغ، ولكن مع ذلك سنترقب البيانات المقبلة لأي إشارات إضافية. الدولار، كنا شاهدنا مكاسب قوية للدولار في الجلسات القليلة الماضية، خاصة أمس مكاسب قوية للدولار مقابل كافة العملات. اليوم نشهد بعض التراجع ضعيف للدولار مقابل العملات الرئيسية، ولكن كيف ترى توجه الدولار في الفترة المقبلة؟ هل تتوقع استمرار القوة للدولار خاصة مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض؟ يمكن مايا الاختلاف في الفترة القادمة بالنسبة لتداولات الدولار الأمريكي هو توقع أو الإفراط بالتفاؤل بتخفيض أسعار فائدة كان بشكل متسارع من الفيدرالي الأمريكي من ناحية، من ناحية تانية هناك مخاوف بعض الشيء من وصول دونالد ترامب للحكم. النقطتين على ما أعتقد يلتقوا سويا بأنه في عنا ترامب تريد بالفترة الحالية قد تطغى على الأسطح باستمرارها وتداولاتها بشكل أكبر. يمكن حتى مع الانتخابات الأمريكية، مع النتائج وحسم النتائج بالانتخابات الأمريكية، لاحظنا الدولار الأمريكي كان يسجل ارتفاعات كترامب تريد، العملات الرقمية كانت تسجل ارتفاعات أيضا بشكل متتالي، الأسهم الأمريكية كانت تسجل ارتفاعات. فجميع السلة اللي تسجلت ارتفاعات هي سلة تؤكد أنه الأسواق ترحب بترامب تريد حاليا. لذلك أميل بأنه مع تخفيض أسعار فائدة ب 25 نقطة أساس في الاجتماعات الحالية، الاجتماع نوفمبر وديسمبر، بأن يكون قد يكون بعض الشيء دافع لارتفاعات الدولار الأمريكي، خاصة بأنه دونالد ترامب يرحب بدولار أمريكي جيد أداء، خاصة بتلويحه بأنه من يستغني عن الدولار الأمريكي كاحتياطي قد يلقى بعض العقوبات من التعريفات الجمركية. فبالتالي أعتقد بأنه حتى نبرة الدولار الأمريكي قد تكون إيجابية في الفترة القادمة. وبالتالي من الدولار أنتقل معك إلى الذهب، لأنه في ترابط بين الدولار والذهب. عادة عندما نشهد قوة للدولار نشهد تراجع على الذهب. هل اليوم لدينا بعض التراجع على الذهب؟ أمس أيضا كنا شاهدنا بعض التراجعات، ولكن في الفترة الأخيرة يبدو أنه هذه العلاقة غير قائمة، يعني كنا نشهد مكاسب للذهب ومكاسب للدولار. فكيف تتوقع الاتجاه في الفترة المقبلة؟ يمكن ما عندي بعض الميول يمكن الشخصي بأنه إمكانية التصحيح بالنسبة للذهب قد تكون تصحيح وارد جدا. يمكن بدي أتحدث شوي عن الأسباب الفنية أكثر من الأسباب الأساسية، نظرا لأنه تحدثنا شوي عن الأسباب الأساسية حاليا. الأسباب الفنية في عندنا إغلاق أسبوعي شمعة دوجي
تلقب بشمع الدوجي هي قد تكون بعض الشيء دافعة لإمكانية تصحيح الذهب. هذه النقطة. النقطة الثانية، لو سجلنا ارتفاعات للدولار الأمريكي بالفترة القادمة قد تكون ضاغط أساسي على الذهب. النقطة الثالثة ما أطلع الصين. الصين كانت تسجل شراءات متتالية، حاليا هي لا تسجل شراءات. الشعب الصيني لا يسجل شراءات أيضا بشكل متتالي، الطلب قل بالنسبة للصين. فبالتالي أعتقد بأنه قد تكون بعض الشيء، الأمور المتواجدة حاليا بالنسبة للذهب قد تكون دافع لإمكانية تصحيح. أميل إلى مزيد من التصحيح بالنسبة للذهب لو تم كسر واضح بالنسبة لمستويات 2600 دولار للأونصة. اختبرنا طبعا مستويات 2643 اليوم على الآسيوي، فأعتقد بأنه الكسر أميل إلى مزيد من التصحيح. يمكن تحدثت أكثر من مرة عن ميولي بالنسبة لتصحيح الذهب، يمكن مبارح كان في عنا شوية تصحيح، أميل إلى المزيد بشكل أكثر مع كسر مستويات 2600. لدينا أيضا بنك أوف إنجلند اليوم اجتماع بنك إنجلترا وسط توقعات بأنه سيخفض الفائدة بربع في المئة، فكيف ترى أيضا توجه السياسة النقدية في بريطانيا، خاصة مع أيضا توجه لرفع الضرائب في الميزانية الأخيرة؟ مايا، هي نقطة أساسية. السياسة المالية في الفترة القادمة قد تكون لاعب أساسي بضغط على الأقل على السياسات النقدية. يعني بريطانيا في عنا تخوف، في فرنسا في عنا تخوف، ترامب عودته للحكم في عنا تخوف بالنسبة للسياسات المالية والإنفاق الحكومي. فبالتالي قد تكون السياسة المالية لاعب في الفترة القادمة ضاغط أساسي على السياسة النقدية على ما أعتقد. لكن حاليا بالنسبة لاجتماع اليوم 25 نقطة أساس قد تكون مرحب فيها بشكل كامل على ما أعتقد. مجلس قد يكون حمائمي بعض الشيء بالنسبة للبنك إنجلترا. يمكن التصويت يكون عندي 8-1 فقط بالنسبة معارض لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة أنه عندي أرقام التضخم 1.7% عند مستهدف البنك إنجلترا، تتيح له الفرصة بأنه يدافع على النمو الاقتصادي السيء المسطح القريب من 0% وال1.7% لقراءة التضخم. فبالتالي 25 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا أعتقد بأنها قد تكون واردة وقد تكون هي محتسبة في الأسواق حاليا. في ظل أيضا قوة الدولار كنا شاهدنا عودة لتراجع الين عند أدنى مستوياته منذ يوليو، من 30 من يوليو تقريبا. اليوم نحن دون مستويات 154 ين للدولار حاليا، ولكن هل تتوقع المزيد من الضعف للين في الفترة المقبلة؟ ويعني كيف هذا سيؤثر أيضا على أسواق الأسهم اليابانية، لأنه ضعف الين قد يدعم المصدرين؟ ما بعرف يمكن إذا بتتفق معي مايا، أنا لاحظت بالفترة الماضية ونبرة الحكومة اليابانية بأنها تدافع عن الأسهم اليابانية أكثر من الين الياباني نفسه. صحيح أنه كان في تدخلات لدعم الين الياباني، لكن عندما صار في عندي هبوط بشكل متتالي للأسهم اليابانية في يوم الاثنين الأسود اللي بعض أطلق عليه، شفنا تدخل لفظي كان بشكل متسارع بالنسبة للحكومة اليابانية. فهذا الشيء بخليني أشك، هل الحكومة اليابانية تريد أسواق أسهم قوية و أو مقارنة بالين الياباني؟ لذلك أعتقد بأنه الحكومة اليابانية تريد أسواق أسهم قوية في تلك اللحظة. لكن بالنسبة لتداولات الين الياباني أعتقد بأنه بنك اليابان ليس لديه حاليا خطوات أخرى إلا الاستمرار بعملية رفع أسعار الفائدة بالفترة القادمة، بغض النظر أنه رئيس الوزراء إيشيبا حتى الآن لم يشير بأنه مرحب برفع أسعار الفائدة، لكن أعتقد بأنه هي خطوة يجب أن يقبل عليها بنك اليابان في الفترة القادمة. لذلك أميل مايا هنا إلى بأنه بنك اليابان يتجه لعمليات رفع أسعار الفائدة، الفدرال الأمريكي يتجه لتخفيض أسعار الفائدة، قد يكون هناك بعض التباين بأسعار الفوائد أو التوجهات اللحظية لأسعار الفوائد قد تعطي بعض الدعم للين الياباني. لذلك قد أميل إلى أن يكون هناك بعض الانخفاضات للدولار ين الياباني، خاصة لو استمرنا بالتداول أدنى مستويات 156 بالفترة القادمة. يعني هل قد نرى عودة لنشاط الكاري تريدز عليان؟ قد تكون للحظة لحد لا، يعني ما هي منطقيا أنه مفروض يكون عندي بعض السنس، بعض المشاعر أن الكاري تريد قائم جدا. لما نقارن أسعار الفوائد لا يزال الفائدة اليابانية منخفضة جدا، لكن هي كان الجزع الخوف بالنسبة لليد بنك اليابان أو بالنسبة للمتداولين تلك اللحظات أن الكاري تريد تم تفكيكه. أعتقد حتى مع الفترة القادمة رفع أسعار الفوائد قد يكون هناك اتجاه لتفكيك أو المزيد من تفكيك عمليات الكاري تريد. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. شكرا لكم.